كالابن المدلل يعتني العم أبو مروان وزوجته بأشجار الزيتون التي حان قطفها في أرضهم الواقعة وسط سهل البطوف السنة كان في شتاء كثير والأرض شبعانة والزيتون ما شاء الله عنه بيقولوا اليوم أنه حتى الشوال عم بيعمل تنكة يعني خير الله وربنا حط الخير فيه والزيتون مذكور في القرآن يعني من رب الرحمن بعث لنا اياه، زيت الزيتون لا حتى للمساجات مليحه، حتى لا إيش ما حطيته بتاكل هذا الشغله الثانيه شجره الزيتون وطن يعني في كل محل فيه كان زيتون وبي احجار حواليها ارضك مثبته. شجره الزيتون هذه تتطلب العنايه والاهتمام لتغدق بخيراتها على المزارع من زيت وزيتون ومردود مادي في بعض الاحيان وما يميزها عن دونها من الاشجار هو ارتباطها الوطيد بالارض حيث تبقى صامده لمئات لا بل لالاف السنين حتى تحولت الى رمز للصمود والتشبث بالارض يحتذي به الشعب الفلسطيني احنا عندنا حب للارض وللوطن لانه بالنسبه لنا اذا احنا بنترك ارضنا بنترك كل شيء احنا اليوم هون متمسكين من نفلح بارضنا من نشتغل فيها برياحه ما حدا جبرنا واحنا بنتمنى كل الناس ان شاء الله تكون زينا وتفلح ارضها لانه الدوله ما بتدينا هون بدها نطلع من هون في ناس كثير اجوا هددوهم بقلع الشوادر ولكن هاي غلط ان الناس تقيم شوادرها لازم الناس تبقى في ارضها وبتمنى ان كل الناس تيجي وتنصب شوادر في ارضها عشان كلها تتمسك بارضها على امتداد الوطن الفلسطيني يعتبر موسم قطف الزيتون بمثابة عيد وطني يجتمع خلاله أفراد العائلة لجني ثمار الزيتون مما يؤكد على عمق العلاقة التي تجمع بين أصحاب البلاد الأصلانيين وأرض الآباء والأجداد